السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نعلمكم طريقة عمل مخلل العنب الحصرم. طبعا العنب الحصرم اللي هو العنب اللي مش مستوي الغير ناضج، راح نعلم طريقة عمل المخلل طبعا بمكونات جدا سهلة وبسيطة. وإن شاء الله في فيديو آخر راح نعلمكم طريقة عمل صلصة الحصرم أو صوص الحصرم اللي راح نعمل منه الجاج المطفى بصلصة الحصرم أو الشيش طاووق مطفى بصلصة الحصرم، وراح نعمل لكم ان شاء الله كبد الدجاج مطفايه بصوص الحصرم. طبعا قبل ما نطلع طريقه عمل مخلل الحصرم بمكونات جدا سهله وبسيطه، بتمنى من الجميع عمل اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى نقدر نوصل لكم كل فيديو جديد في القناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا لعمل مخلل العنب الحصرم احنا راح نقطف العنب من الشجرة مباشرة. طبعا اهم شيء يكون العنب غير ناضج، من جو من الداخل حبة العنب تكون حامضة، اذا كانت فيها حلاوة ما بتنفع نخللها، لازم يكون العنب غير ناضج وحبة حامضة من الداخل مثل الليمون تماما. احنا بنقطف ما يقارب كيلو عنب طازج حامض غير ناضج اللي بنسميه احنا الحصرم. كما نلاحظ في عندنا هنا مقدار كيلو من العنب الحصرم الغير ناضج، وفي عندنا ايضا تقريبا يعني ما يقارب شرحة ليمون واحدة، وفي عندنا الملح حسب الحاجة راح يكون عندنا، وعندنا ملعقة سكر واربع ورقات ليمون بالاضافة للمي اللي بنخلل فيها والمرطبان، وفي عندنا هون كاسة راح نعاير فيها مقدار الملح في الكاسة والملعقة. احنا الان بداية راح ننظف او نقطف حبات العنب. ممكن نخلل العنب خصل صغيرة بالعروق حسب الرغبة. احنا هنا قطفنا حبات العنب بدون عروقها، وطبعا بعد ما قطفناها غسلناها بالمية، الان مغسولة جاهزة، وراح نشوف كيف بدنا نطبقها. طبعا احنا بنحط حبات الحصرم وحبات العنب بالمرطبان اللي بنخلل فيه، وبنضيف لها اللي هي ورقات الليمون. طبعا ورق الليمون بيعطي نكهه رائعه لمخلل العنب، نكهه الليمون بتكون واضحه في مخلل العنب. ممكن نضيف الكزبر الحب الناشف لمخلل العنب، تعطي نكهه رائعه لطعم المخلل. الان بعد ما اضفنا حبات الحصرم في المرطبان راح نعاير الملح. كل كاسة مية كما نلاحظ إلها ملعقة ملح، كل كاسة مية إلها ملعقة ملح. إحنا ضفنا ملعقة ملح وملعقة سكر في الكاسة الأولى فقط، ملعقة ملح وملعقة سكر في الكاسة الأولى، وبنخلط الملح مع السكر جيدا، وراح نضيفه لوين؟ للمخلل العنب الحصرم. طبعا الآن بنحرك في الملح حتى يذوب مع السكر. الآن بنضيف حبة شرحة الليمون، وبنضيف اللي هي كاسة المي اللي فيها ملعقة ملح وملعقة سكر. الآن راح نكرر العملية بإضافة ملعقة ملح مع كاسة المي بدون سكر، فقط الكاسة الأولى حطينا فيها ملعقة سكر. نستمر بتكرار هذه العملية حتى إنه المي تغمر حبات الحصرم تماما. نضيف الآن اللي هو الكاسة الثانية مع ملعقة ملح. نلاحظ انه الكاسة الثانية انغمرت مكونات المخلل تماما. الان بنضيف ورقة ليمون على سطح المخلل، وبنغلق المرتبان باحكام، وبنتركه لمدة يعني ما يقارب 21 يوم قبل ان نستعمله. وهيك بكون ان شاء الله انتظرونا في فيديو اخر بنعلمكم طريقة عمل صلصة الحصرم او صوص الحصرم اللي راح يتطفى فيه الدجاج المسحب والشيش طاووق وكبدة الدجاج. وإلى اللقاء معي أنا الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.